تدبيرتي مع لافاش كريشيف ممكن تجيكم غريبه لكن تاكدوا فيها فايده كبيره خصوصا في هذا رمضان. راح نتعلموا كيفاش نحضروا بقايا الخضار اللي في العاده نرموها مرق تستعملوه في وصفات عديده. ممكن تستعملي قشور مختلف الخضار، هذا المرق ممكن تستحوذي به في المجمد لاستعمالات لاحقة، وهكذا تستعمليه باش شربتك تكون ألذ وأفيد. نتمنى أنه هالتدبير عجبتكم، ولمزيد من التدبيرات زورونا على صفحة الفيسبوك لافاش كريشيف، وما تنسيش على لافاش كريشيف تنتهي الشيف.